السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وموعد وتوقيت والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة منتخب مصر القادمة أمام منتخب السودان بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021 بقطر. فيديو جديد وأخبار جديدة، لكن قبل التفاصيل ياريت دعمكم بالاشتراك في القناة ودعم الفيديو بلايك. تقام مباراة منتخب مصر مع السودان يوم السبت القادم 4/12/2021 على استاد رأس أبو عبود الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة 7 مساء بتوقيت مكة، ويتم نقل المباراة عبر شاشة قناة بين سبورت 1 وقنوات الكأس الرياضية. التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني: في حراسة المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع أكرم توفيق، أحمد حجازي، الونش، أحمد فتوح، في خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي، في الهجوم مصطفى فتحي ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف ورأس حربة مروان حمدي. ولهنا انتهت حلقتنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة واكتب لنا في تعليق توقعك لنتيجة المباراة. بشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.